كمية سكر العسل اللي حطيتيه on point، كثير طيبة. الروايح الروايح شو رايك الروايح؟ طيب احنا هلا نور مليف اكثر من 3 ارباع الطريق، اوكي بنحط الزيتون كمان. انا ما بدي اقول لي بس هالزيتون كمان من المغرب كمان. في ندوق دوقي بليز. شو رايك؟ اي نو ما اعرف يام الزيتون لانه ما بياخد هي مستوي هو اوريدي مستوي، فيعني كلها 3 minutes 4 minutes نوزعهم بالمرق. الروايح رائعة يا عم. البصل اينو البصل بطيب الاكل صحيح. والحامضة بنحطها ايمتى الثانية الكونفيت؟ اكشلي الحامضة از مور ديكوريشن على انه بنقطعها وبنحطها على طرف الصحن، بنحطها على الاطراف تبع الطاجين. اي طبعا اوكي. متحمسه كثير. وبنحط بعدين از ديكوريشن هو الكزبره والهيدا بعد أوكي. لما يخلص الطاجين بنحط شويه كزبره وبنقصها وبنحطها فوق. يو وانت تو تراي؟ يلا 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 شهيتيني. ما بدي انطر بقى. صار وقت ندوق. ما بدك انت تدوقي؟ انا بيهمني انت. حنحط حدا قلتي لي شقفة من الحامض. ايه ايه شقفة هيك يعني اذا بدك مزمزي مثل ما قلنا هيدي اطيب مع احنا تعرفي في المغرب اكثر الطاجين المغربي مع الخبز المغربي. بلا الخبز هلا هلا ايه عشان ما هيلثي ودايت وقصص. اكزاكتلي اي وانت تو تراي من هاي. شو رأيك؟ بهارات طعمة هيك بهارات بقلبها والحامض هاي عن جد هيدا السر الدنيا يعني هيدا بتعرفي أنا شو بحسها على اللبناني طيبة مع الملوخية. exactly. لا بس كتير طيبة مدوق الزيتونة. بس الدجاجة روعة والله. حبيتيها؟ حبيت. شهيتيني. يلا يلا قربي اختصي معي. يلا بدوق بس دوقي.